أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين. وخلال استقباله وزير خارجية الصين وانغ يي، أكد الرئيس السيسي الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان للرئاسة أن وزير الخارجية الصيني نقل إلى الرئيس السيسي رسالة شفهية من الرئيس الصيني شي جين بينغ تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الجميع بشكل عادل. من جانبه، أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.